اوف والله، حتى عبود ما صار يقبل، متعب الرقعان. اجيب رغد الكويتيه تلعب تلعب. روح 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 امك. لا والله علي الطاقم، لا تحرج اخوك. اسمع 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 ابو فالح، صل على النبي، انت تواجدك مع الجروب الجديد غلط، ليه؟ بس جدا غلط، ما يتناسك. صل على النبي، معجون اسنان، كوب قهوه، في تناغم؟ لا هم والله ما يتناغم ابدا يا ابو فالح. طيب، ايه خلني اقسم، اقول، خلني اقول رجعت لك وتكيت معك ورحنا نسافر انت حلو. هل يتناغم ثلج ايه مع رماد؟ لا ثلج مع رماد، هبة ما تنام في ثلج، ما في ثلج، الرماد بس رماد. بس بس الثلج يميع من الشمس. يعني هذه ردود الحين؟ لا بس اسالك يعني، ليت كيف تحط عمرك ثلج؟ خلاص، الثلج في الثلاجة جالس. مكانه في الثلاجة. ايه، والرماد الرماد لا فوقه ونطشه. لا تعقب، ما نطش يا رخمة، الرماد اطبخ عليه الطليان. رماد 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 رماد. ها تسمع، اسمع اسمع اسمع، صل على النبي. شوف ناصر سيدي ايش يقول، ناصر سيدي يقول الرماد يطير من الهواء. يا الله يا رب، انت هبل عقل يا رب. ايه ترانكيلو. اوف مطر، الله واحد ام حق حقي، اشهد بالله انك صادق. يوفا لو مره خلنا برستيج، هذا اللي قال الله واحد، خلنا اصلا برستيج، المتابعين بهاج انا ما اعرف، خلنا برستيج وخلنا الله واحد متناغم. الله واحد. اوكي ابو فالح، بدل خليني اسالك ابو فالح، ما شاء الله الشاشه بكم شريتها تقريبا يعني؟ هذه ايه هذه ال جي تقريبا 7800. جميل جدا، ايش فيها مميزات؟ لمس جميل، عن بعد، لمس على الشاشه، على الشاشه جوا هناك اضغطها تلمس ورنا ورنا. اذا ما راح نكون متناسقين. ايوه طب ورنا، انت سوق ما يا اخي، ورنا اثبت لنا يا اخي، يلا يلا، حنا انسان ما قلت لنا الشاشه الا انسان، يلا ورنا اياها تقدر. صار جوا هنا السنة واتساب. ايش يسوي محمد جابر؟ لا والله والله صدق لمس، ترى ما عاد في له شغلها يا ولد. على الشاشه، على الشاشه ومن هنا تقدر شوف بدون ما تضغط ولا زر، بدون ما تضغط ولا زر، فاره فاره كذا فاره. ايوه بس اما الشاشه ولمس وجوده واشترا نتفلكس ويوتيوب واشياء كثير. حتى تيجي تقول لي هذه في العقبه، حتى فيها فيها نتفلكس، ما فيها تلفزيون اصلا. يلا فيها في الصاله، ورنا راح ورنا، خذ لنا عطنا، سوي لنا سوي لنا لفه في الشقه في الصاله، والله موجود. طيب سوي لنا لفه، خلينا نشوف الشقه. انت من النوع اللي تتاثر اذا ما في تلفزيون او شيء؟ لا لا بس ابغى اشوف الشقه. ما نقدر، مين مرتبه زين؟ شو والله سبعين نعمة بعد. اسمع اسمع اسمع، ليه يا ولد ما شو اسمه؟ ليه ما تعرق ما يخش معنا؟ ما ادري، انا كنت العب معه ترى، ما ايش فيه، بس اني خليته ينفذ وهو ينفذ طلعت، يمكن انه زعل. امانه عم اذا زعل مستحيل. بعدين تخيل ماخذين شقه في الرياض، هو وخوياه بيسكنون في الرياض خلاص. يا اخي نبغى ناس جديده، اجيب من الاكسبلور. جيب على ذوق وجيب على ذوقي. بسم الله. لا انت لا، انت لا تجيب. ايه؟ هو ذي نفسه؟ لا. من؟ عبد الفريد. ارحب مليون. هذا بقى مليونين، اثنين. يا مرحبتين. هلا ابو عابد، هلا ابو جري. ارحب ارحب ارحب. علوم. والله الحمد لله خارج من الشر. ما يجي كشف السالفة، ايش صاير علي؟ على اللي ده. نسيت. ليه وش وش وش؟ شو مسوي؟ ها؟ شو مسوي؟ يكسر خشمي يا خشمي. مبطي يا رجال. انكسر خشمه.
ما كسرها اللي مثلك يا الرخامة، ما كسرها ادمي، كسرها يعني بلاط. كسرها البلاط. الله لا والله ما ترى باص الشيخ. لا لو كاسر ادمي احسن. يا ولد عفوا سالفة القصة الحادثة كيف؟ جايب انط من فوق المويه وطلع على وجهه يا اخي. احبك انت داخل بس مع سعد علي، قال لي سعد علي تروح للمسبح وتنط فيه تقول انا سمكة انا سمكة انا سمكة، عرفت؟ قاعد اكسر خشمك سعد علي، زينك اعترفت. لا يا ولد الله يسعد امي، الله يسعد امي، يا ولد اخواني انا خلاص والله فزت ابو علي، والله فزت ابو علي، والله فزت خلاص، والله فزت خلاص، هذه لك يا ولد. ايش اسمه؟ ابو فالح نفس ذاك ندق على متى؟ ما عندي ابو فؤاد. علومكم من ربع كيف الحال؟ والله زينه يا حبيبي. وينك سعد؟ بالرياض. عبد الله تراني جايبك خوي الرجال يتحداني. زلني وينك انت سعد؟ الرياض يا قلبي. ما شاء الله خل نشوفك. انت باقي في الشاليه يا عبد الله؟ لا تهاوشنا انا فهد زايد طلعنا. يذمتك؟ وينك وين توك تدري؟ انا حبي برقعان. خليني افك الميوت. والله العظيم سبحان الله. والله مبروك برقعان بالشعر. الله يبقيكم. لا والله كنت افطر يا عيوني. ايش حالكم؟ بالعافيه. يا ولد انا مصلحين انا عبد الله فريد قلت لكم بينك وبين ابو فالح. نعلمني قال ترني زعلت عبد متعب ما ادري ايش يقول. ما انا انا لو تزعلت مع متعب اتخلص انا وياه. طيب ليه تقول ميدني اني انا ايش اسمه غبنت متعب؟ خلتيني افل قدام عيني واطلع من قدامي. ما قلت غبنت. وش اللي خلاني ارسل متعب اربع مرات؟ يا مو قلبي نظيف، يا مو قلبي نظيف، قلبي نظيف. حكم مصطلحاتك. مصطلحاتك هذه قولها لعيال عمك ما تقولها لنا في البث. ابو رقعان. عيال عمي بيجحن لا تعرض مع الاسراف اقصى قص. والله سبعين ذوقوا بعيال عمك. نعم. ما عليك زود. اوه يا اله الله جني اقسم بايات الله اني دريت انك بتهرف باي ابو فالح. تعال. لبي. وش دراك انه خلاني نفذ الحكم وراح؟ علمني. هي وش دراني انا علمني. اي بس ما قلت غصب. انت ايش قلت مصطحي قلت؟ ايه عبد الله ترسل اسمع ترى اسمع بيني. انا وعبد الله فريدي ولا اراكم شيء، ابغى اجمع الضحايا. اوه زد ما تبغى متعب واضح الرجع في قلبه غليله جل همك ابو رقعه والعاب يحتزم يا ونعم. انت ضحاياي انت ضحاياي والله العظيم يا عبد الله كنت بقول كلمتني حلوه لكن عشان الحركه هذه. ها ايه ايه ابو رقعه ذي اظهر وجهك يا ابو الثاني. صدقت البهيمه ما قلت ما ادري شيء والله. ايه قلت لك انا هزمت متعب ورحت من بلع الرجال ميوت بلع بلع الرخامه ميوت بلع يا مالش سكت. عبد الله هذا الرجال انا اعرف الفتره اللي يمر فيها فتره عرفت الانخفاض هذه اي هذه يمر فيها سعد الشهري هو قاعد يبغى يعدل الاوضاع انه لا بس الله يهينه. خلاص خلصت ابو فالح خلصت انا انخفض ما انخفض لكن انا ما اتقفل رجال انا اقولها في وجهه ابو خمسه انا كسرت خشمك في المسبح انا اكبر مثال قدامك عبد الله. طبعا عبد الله فؤاد متعب قد دقيت وجهه سعد الشير قد دقيت وجهه هذول ضحايا يعني. دقيق اول مره تفوز علي. اي انا يا مال الشحاب. ايوه انا معلق عندي يا عيال. لا لا مو معلق مو معلق. لا تعدل العب العب مع ضحايا هذول ضحايا في البرنامج. لا لا انا اخذ ضحايا غيره مزهلني هذول مزمز عليهم طقطق عليهم والله ما حد يا متعب صباح الخير معليش بس تو تهاوش يعني مزكي وش اسمه فريال صباح النور يا عبد الله وقت عشان عبد الله بعلومك تكرم بكلمه تفضلك يا حبيبي ايش حالك انت؟ نحمد الله ونشكر سعد مر العيال في مكانهم الجديد فين؟ احسن من الشقق امس عند الربع احسن من الشقق احسن من سعد انت في الرياض؟ اي نفداك الشيخ له بالويه من متى؟ لي تقريبا 10 ايام يعقب البعيد في ذمتي والله انا كنت تعبان يا ابو رقعه سويت حجامه ذا اليوم ما بشك اني اشوى. ايش تسوي في الحجامه تعلموني يا ما كل واحد يسوي له ايش فائدتها؟ يسوونها ما غير كذا شكل الاف من يشوفوني وجه ويقولوا الحمد لله على السلامه. لا 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 تقول لا في نفسك. ما تكمل الدبل يا محمد جابر يا ولد عمي
هلا عشان فيك تعال ضرب. إذا كل شيء يا إخوان أنا أنصحكم وأنصح اللي يسمعوني وأنصح أصدر أصدر. كل شيء له دخل النوايا. أنا فاتح بث يا إخوان شوف ولد ولد رجال رجال دربك. لا لا محمد فهد مو هي الشعيب لا. المهم ابو علي ارحب متى جاي الجنوب ان شاء الله؟ نص على الجنوب ما له شحم باذن الله. دقيقه ما خلني اشغل مكيف طلق اني احترق تصبر. العم اللامه الوزن 600 عطونا موضوع يا شباب متى بدي؟ ما ظنت باجي يجون بالصدق. مستانس سعد لا لا ان شاء الله باقي وراي سفريه باذن الله. والله ما حد قدك يا ابو علي سفريات وراحات وجيات. وينك انت يا ابو فريدي؟ بالرياض. بالله عليك أيوة. بالله ايش عندكم رحتوا كل واحد راح لحاله ليه تهوشنا حمارا؟ بالله عليك والله انك صادق. في شوف في اوادم تقدر تخويها بس ما تقدر تعيش معها. انا كثير فاذا عشت معها تخسرها فاحنا عشنا مع بعض وخسرنا بعض فاهم. الله المستعان والله انت تكلم صادق نبقى عام ما تخلي حد في حاله. طيب ايش تقول نصيحه المتعب الرقعان اخوياه توهم بيعيشون مع بعض؟ هجوا والله هجوا. يعني اخليها على ترجمه ذا الحين. اي من الحين نزلك من اللي معك من اللي معك انت ابو رقعه؟ معي عيوني عبد الله وفؤاد ومحسن السبيعي. لا والله انا ماني معهم والله. حلو يا سلام يا سلام يا سلام. فان اصراحه ولا شقه ولا لا والله خلينا شقه في لبن. الله يا رجال لا همه حد يروح لبن والله حلو لبن. لا في دمت يا شرق تعد شيري بلبن. هم بعيد يا اخوي هم يبغون الرمان. والله ليه ليه انت ايش فيك ما تبي لبن يا متعب؟ الشرق وش ليدك هيك هيبالك الشرق وين الشرق؟ يا الله ذا الراس بيض الله وجيهكم يا اللي عند عبد الله وعندي. ها ها عيت التوبون لان لطمكم يا دقيقه دقيقه والله العظيم اقسم بالله انكم ما تتوبون لين الله. دقيقه 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 يعني تبغى لحالك تبي معك عبد الله علق عندك يعلق يعني تبغى لحالك تبي معك خوي الطمك ما في فرق. لا انت يا سعد الشهري ولا انت مثل بالرقعه. توبوا يا رجال روحوا تصدقوا والله ما قطع رزقكم. اي صل على النبي ما بست يعني روح كمان روح. لا لا عيب الحكم. لا وين حكم يا عيال المعروف. طب ليه تقول روحوا؟ يعني بعد ما احكم عليك روح ترزق الله العب جولات معك. واضح يا حبيبي جولة ثانية. جولتين احنا قسم ما في الريع في ذي ولا في اللي قبل ذبة ذي. ما في الصورة بالدارج يا رجال روح روح ما لك شحم روح. عبد الله ايش رايك؟ والله مالك ضعيف جدا. والله صدقت. ما في اي بوادر للفوز. انا اشوف لا نحكم عليهم خليهم يذلفون. لا يا حبيبي ربع قسطات. في حل في حل لك يا مت البس نظارة يتغير رزقكم. يا من نظاره يا ولي ولا سعد انا البس نظارات. ايوه ايش تسوي يا سعد؟ ايوه باع. لا يا عبد النظر حتى احنا نلبس نظارات ايش فيها؟ والله مو لابس مثلك يا عبد الله مو انا. يلا يلا رجال انت عاملها معامله هو في حولنا هو يا متعب هو ملبس له جوتشي وسفراري مش اسمه شيء. عبد الله تعال. لا بسرعه يا اخواني بسرعه انا العب معكم جول لان باقي بلحق الفوت. اقبل يا عبد الله مالكم؟ يلا يا عبد الله عبد الله نلعب مع احمد يلا عشان لعله عسى يتغيرون. نعم نعم بني عبد الله مش طالبين فطور؟ لا لا طبعا البوفيه تحت موجود. ايش فيك؟ بوفيه الفندق ذا؟ نعم. ولا بوفيه تحت؟ الحمد لله بوفيه بوفيه كلها نعمه من الله سبحانه وتعالى. الله يديمها تطلب صبه؟ اللهم لا مبارك مبارك ولا تسمون اسمه لا مبارك. يا صديقي يا رحب يا صديقي الوفي عبد الله بن خماش القحطاني ونعم ونعم داهل قول لي شو كنت كلمه ونعم
طماش حبابك مليون شباب. شنو السؤال؟ شكرا. جيم جواب. ليش امي جيب بنت طيب؟ عوني جميع. اي نسمعك. بسألكم سؤال. يوم انكم كنتوا في التوك توك حلوين؟ للحين انا موجود. حلو. لا اتكلم عن بثوث التوك توك. اقدح من كذا ما في. اسمعوني ولد. نسمعك. صار الدبل موسمي. زبط الموقف. عبد الله سعد اصلا. سعد الرجال قد يسولف فتقطع السوالف هذا الوري. انا والله اني قد علمته غير نعيه. الواحد كان يقدر يعني مثلا يزيد مشاهدات البث صحيح؟ صحيح. جاكو ما يمديها صح؟ جاكو ما يمديها تقريبا ما ادري والله بس ما يمديها هي. لا جاكو ما يمديها نهائيا. ما يمديها. خلاص هي فهمتي عادل اللي عندي في الكومنت يا مالي انت؟ اخي عادل قد مر علينا كلنا يا اخي. عادل تعبان. تعبان عادل والله تعب مريض ذا يا اخي قد له سنين يفر على الكل مو الحال. اما المريض مرفوع عنه القلم وما يحتاج. والله مريض هو مشي مهم خلاص نفس الخان تركز يما يا منو عادل ذا بذمتك منو يا اخي عادل شخصي صوره عرضه جوكر صح ايوه اي اجي البثوث يكتب مشاهدات وهميه مشاهدات وهميه حتى لو عندك اثنين مشاهدات وهميه مشاهدات وهميه الله لا يشغلنا اللقطة لا اله الا الله مثل واحد من الشباب قبل الشهر خويلي أرحبي الدبل يا اخوان الدبل نقدر منو يا عبد الله اتلقف تعرفه ولا الدبل يا الربع توت انا ارسلت لك سناب يا الربع عد ايش ايش فراشه لا سناب لا لا سعد وش ايش ما سعد يقول عبد الله نفسي عارفه ما حد قال سعد والله ما حد قال حتى السيتن اخو محمد حي الله سعد طول يا بنت الشيوخ ارحبي ارحبي العنود ترى حبال الحيوان المطر عبد الله خمار سعد بنشر وجهه طلاقي ما تفوز يا اخوي فين الرجال اللي قبل شوي يا اخواني ارحبي العنود ايفانا توت الله لهينكم ها جهد راشا عندي عندك خير يا سعد عندي عندك خير انا باقي عندي امل ما في بث ولا بعرف ارد عليك تعال قبوت خاصة أرخم تقصدني نقدر نقدر إن شاء الله نقدر العلوم الله زين العلوم الحين شباب عبد الله عبد الله عبد الله فريد الله يلبيك يا أبو فالح لبيه هامل أنت خذت برامج واقعية لا صدق والله خويت ناس داخلين برامج واقعية خويت عبد الله شهراني سعد ونعم ونعم الله إيه تعال خماش تعال جيب فطور تعال والله أنا أتكلم أنا صادق وإذا فزت أقسم بالله انتسري والمرسيدس جنبك تعال عشان ما يقطونه يا خوي عشان جوال يا إخوان بايك بس واد فتح بث جاني إشعار هوا بس أبغى أقول لكم حاجة بس عايز ما أنت فايز خلاك تقوم ترى ترى من شلته شو اسمه مسفر بالرماده برقك فلاش جوال يا سعد الشهري السر وراك بس فارس اسمع في كلمه قويه وردها وردها خوي لبيك طلاق ما تفوز مو بنت عز الله هذا حتى خوي تحسس الحكم الاول يا متعب لا يا سعد الشهري اه تحكمات احترمنا يا ولد احترمنا اخو محمد اخو علي الطاق لا استقعد لك طلاق انا احرمكم بثوث هذه والله هاكو علي بو ما عاد يسوون ما قدروك يا مس الحكم الاول يا سعد الشهري الحكم الاول يا سعد الشهري متعب لبيك انا استقعدت يا ورع اسمع يا ورع انت وياه انا استقعدت استقعدت وجهك وجهك جعلني بدلك جعلني بدلك انا استقعدت استقعدت ها اي نزل راسك نزل عيونك تحت اي ارخ 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 انت يا ارخ ارخ جحفله جحفله الباصل العب هوي الله قلبك عسل ليه جحفلت جيله دقيقه انت دقيقه وش اللي فاصله
احنا لعبنا جولتين، هذه الثانيه الحين تعادل. والله ابداك الشيء. ايوه الحين فاصل. تسلم 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 تسلم. ايه ارجع 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 ورا، قرب القاص، قرب قرب. ابو علي ابو علي ابو ورا هذول، ترى يا ابو رقعان ورا هذول، هذول توهم ناشين، توهم طالعين في الحياة معي. أصل على محمد أنا وريك. إيه إيه عبد الله فادي استقعد. أنا إيش لأنك تحب اللي يستقعد لك أنت، تحب اللي يستقعد لك أنت. اسكت. طلع أنا خليك تستقعد. إيه طلع أنا خليك تستقعد. إيه. خلوها جولة بجولة. غبي. أقدم. لا لا. جولة بجولة. أقدم أرخم أقدم 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 أرخم. يا سعد. بالله بالله انا ترى بيني وبينك ترى ماني بت وايد معي، بس اذا مثلا بتيت وانا ما شفتهم يلفوا يدورون بس عطني رساله بس. يلا اقبل اضبطك. حرجتك صح؟ جعلني افدل لك. البخ 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 حرجتك. ها البخ وري جيدك، وري انت وناصر سعيد وري جيدك. اول بتطلع ايش فيك؟ العب 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 الفاصل الفاصل بس رفعت رمش يا عبد الله. لا هذه مسموح فيها كل شيء، هذه الجوله ذي مسموح فيها، مسموح كل شيء، هذه الفاصله. اي بس فاصلة. اسمعوا اسمعوا، شاء من شاء وابى من ابى، سعد الشهري الصوتي عسى يبدا تسلم يا ابو رقعان، الله يرحم ابوك ورب البيت. وش حركات هذه ما يسويها الا واحد صوتي صوتي يعني. الله يرحم ابوك. الله ترى من يوم ولدت انا كذا يا ابو رقعان. هذه غدر صوتي عندك، صوتي عندك، عندنا يعقوب ورب البيت انه صوتي عندي وعند غيري. لا لا عندك. اسمع بقول لك كلمه ثانيه بعد، اصرح ابو رقعان ولا احترمهم؟ يعني احترم اللي عندهم. بص يا ابو علي انت صاطي يا ولد، انت صاطي. اذا فزت اذا فزت مش نبي وين جيتك انت وياه. اوف قويه 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 يا بني عبد الله. بني عبد الله خلينا نراعي بلا شويه ابو رقعان، بروح اجيك. ها بني عبد الله طلبكم امسكوا البت يا سلام. انت ليش احتسيت من كلمه إن سعد صاطي؟ لا صار انت قاعد صرين دوخ العربي بقبقون، العربي بقبقون يا ابو رقعه، الرجل بيبقبك بيجيب العيد يبقبك. انت ليش تكبرون؟ ليش تكبرون وهو تدرون انه صاطي؟ انت كيف عرفت ان احتسينا؟ كيف عرفت؟ اقول لكم ايش قلتوا، ايش كان ردكم؟ عندك عندك صاطي عندك صاطي عندك معلمه، بس نذكر يمكن ناسي. طيب يا حمار انا عليك يمكن ناسي. ايه ما انا ايه ما انا بيتوهق. المشكله ما مداك تعطيني الحكم يا عبد الله الا جحفه، ما مداك تتكلم اصلا. يا انت المفروض ما تقول الكلام ذا كله الا اذا فزت الفاصله، لان لو نفوز بالفاصله الجوله اللي قبل شيء يصير ما منها ولا عليها، كانك صاب ما في بطحه. ركزت؟ بس حتى ولو والله شو الفرق. اسمعني جاني قبلك يا ابو عادي تقدر تسكت. شدوا يا اخوان شدوا 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 الدبل. لا لا عامل ابو جابر يا طيب المطبخ هنا. مدير وخير وخير وكيف تعب عبد الله. الله يعافيك. مرحبا لي ابو جابر. هلا ابو جابر. يا هلا اهلين مدير. اهلين مرحبا ومساء. كيف حالك صدي؟ اربه اربه شغل واحد شبك غنم واحد كم ارحب ارحب يا دربه ارحب يا دربه يا الربع ادبه ادبه الفاصله ربعي يا ربعي دربه دربه يا دربه والله ما غيرك والله ما غيرك حاجه ذا. الدبل يا اخوان الدبل جو 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 يرقر ما عندك الا الهدره. امنع عمرك باقي دقيقتين. امنع امنع عمرك مدير. لا عمرك عيب سوي حركات مدير عيب والله. يا شباب شدوا يا شباب الفرق بسيط. محمد جابر يعني يعني اذا جاء دعم بيشكرني سعد الشهري. انقل انقل لا لا عينك انقل الربع الجوله يوم قم والله ما عنده دعم قم. ها؟ وجه خير ابو جابر عنا بينزلنا شيء ما قدرنا نزل عند سعد. عبد الله سوي لك مسوي لك ميوت. قول تبو. عادي عادي عادي. ما
الدولة الثانية الفاصلة دي صح الأربعة؟ أيوة الفاصلة الربع مع بعض يا الربع الجولة تراهم يحفلون افرق من بدري الجولة جولة بسمع صدق افرق من بدري افرق من بدري لا تخاف ربعي يا ربعي خلاص هي 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 شوف شوف لا تجحفلون سعد لا تجحفلون لا تخاف يتخاف يتخاف ليه تخاف ليش سوي طيب انا خفت ليش سوي انت تخاف ليه ليش سوي طيب هذا يميني اذا انقصت يميني شوف بس انت سعد لعدمت يا خمار مو البنغالي ذا تحسس تحسس دام اشاورك تحسس انا بيض الله وجهك انت وايف والدعم كلكم تحسس محمد الدوس جل همك ابو رقعه جل همك استحي المشاهدين يا عبد الله شهران دق علي وعلمني اذا ما جلس في خاطرك خلاص باشرك اعلمك ابو هانو شوف شوف العب يا هاجر تعبان شوف 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 يحفلون عبد الله يا عبد الله في جحفي يقهرني سعد انا بطلع الرابع توصل شيء ونقطع ما رحت الا بالشحب مع السلامه طيب وين الشيء وتنسحب خليك رجل خليك بلوم حتى بالجولة ولا في حرب ولا في اي مضاربه لا تنسحب اصمل طيب وش يقولون اذا سحبت ويشو ايش يقولون اذا سحبت اذا سحبت اي ذا طلعت شو بيقولون قول انا اقوى لا من كذا اصبر شو اسمه خمس بك ما اقدر اقول مشكله سعد اذا طلعت انا شو مشكله كيف شو مشكله عيب على وجهك عيب هذا يسمى ضعف وقف ضعيف يعني ايه لا تهايط بعد قل لي انسحب بس اصمل اصمل خلاص عادي انا راضي خلاص يعني ضعيف خلاص ما في مشكله روح ضعيف وعيب ما في مشكله روح يلا مع لا يا عيال ما اتفقنا يا عيال ما اتفقنا اسمع ضعيف والله ما اتفقنا بس عندي حصانه بحكم عليك بحكم عليك متعب لا عندي حصانه منكم لا 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 ما انا اللي بحكم عليك هو اسمعني هو سامح خلاص ارحب عبد الله ارحب لا سلام عليكم لا يا اخوان سعد الشهري لا تكلمني يا ابو عبد الله صلح عليك اسكت ولا اسمع كلمه لا غصصصص ما ابغاك تتكلم ابدا ابو جابر وش حالك الله يعافيك كيف حالك انت يا مرحبا ومسهلا هذا ابو مرحبا وابو ولد الله يجعل من جابوك في الجنه البخ شويه ارحب يا المري ارحب فؤاد دقيقه يا فؤاد احنا في معركه هنا راح مواجهك اسكت دقيقه انا اقول انا ضعيف ان خوي يخلق ابو شوي واطلع خلاص اي والله عبد الله ترى اطلع صباح النور لا عبد الله انا اللي بحكم عليك عبد الله فهد اطلع صلوا على النبي انت تدري عادي انا بالنسبه لي الشخص اللي يقول امامي انا ضعيف والله ما احكم عليه وش السالفه يا اخوان انا معك يا ساطي انا معك انت تم الله يحفظك اسمع اذا ضعيف اظهر مسموح انا ابو العالم متعب اذا انتم نعم اخرج يا ضعيف اخرج اذا انتم كفؤ العالم على قوية يا سعد الشهري اخرج سعد الشهري اذا انت كفؤ انزل لي راس براس يا رجال البخ شو اللي اعطيك قوة على وجهك اصبر لا فقط طيب عادي اقول انا ضعيف دون ما اطلع لاني حاب القصه الصدق عبد الله عادي يا سعد شوف انا ابو رقعه والله الذي لا ولد انت صاطي يا ولد صرخ والله قصطه مني صاطي رح صاطي نفس حصانك تكسرها صاطي رح يا ولد رح اقسم بيات الله اني ما اجرى ورب الكعبه اني ما اجرى احكم على واحد يقول انا ضعيف يا ولد ما اقدر انا معك اقسم بالله اني ما اقدر انا معك تكسر حصانك الشور احسن من كلمه انا ضعيف لاني انا عادي بقول والله الحكم عند برقعه انا اللي بحكمك يا عبد الله احكمني اليوم انت ريكشن عبد الله احكموا عليك ايه علي الطلاق انهم يعقبون خش جوله انت وياه علي الطلاق دقيقه سعد عفم الله يريم هذا من والله انزل والله بس عبد الله انت الله العيال تعبوا انت يا عبد الله ورقا سنود كفو ورقا سنود يا عبد الله ولد عم والله يا سعد الشهري تعال انزل يا عصدق ما عليك اخ ارحب يا فؤاد ارحب يا دقيقه لخبط يعقب ملعن معه يعقب لا رحم يعقب ملعن معه
يا عقب يا عقب يعني هو العب 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 انزل انزل بس وقف عبد الله لا لا وقف وقف هنا مين انتبه نتفق جولة واحدة جولة واحدة مش مع كل شيء اوكي وقف تعال يا سعد تعال بكاي بكاي وقف لا لا وقف 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 طبق الحكم طبق الحكم يا عبد الله ايوه يا عبد الله يا اخي عسى الله ان ناخذ معاه مزاج ما في نص عبد الله لا بالحكم ولا قوام عيد ولا تحكم علي ولا وش حكمك؟ يلا صلوا على النبي اربع نسوله ترى ما حد يسمع عبد الله نفذ واحتزم انا احب التقاطع من ايام البرنامج عبد الله علي الطلاق انت انتصر طلاق يا طلاق طيب وش حكمك يا متعب بالرقعان بغيت الحن الحكم اللي عرفناه قبل شوي انا ضعيف اقولها واطلع واجي بيزبطكم الموضوع خلاص انا ضعيف بص للصوت على كيفك يا صوتي على كيفك ايش يا صوتي ها خلاص نفذ ها تعال انت وياه اذا انت وكبو لا دقيقه 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 انا ما قلت يسوي كذا ها يا سعد خله والله ما احكم عليه هو قاضي والله كان سكوري مليون في دمه ها نفذ انا قلت انا قلت انت قلت ايش قلت قلت انا ضعيف اوكي ترى عادي الموضوع تعال تعال جوله تعال والله ما يهمك المشكله يا رياجيل لا المشكله غلط شيروا 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 علي الطلاق ما تفوز تفهم لا الفوز الفوز وبن جابر علم بن جابر وعلم سعد الشهري اي 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 حنكو الصياح ما انداني تعال 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 والله اعطيك ايمن يا محيف تعال يا نعم يا ابو جابر شنو السعد جوه 14 تكبيس تكبيس هنا 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 تكبيس اللي في البث ابني فؤاد يا محزمي ابشر بسعادك يا ولد ايه قال خلنا نتفق جول ولا جولتين جوله واحده جوله واحده مسموح كل شيء نعم فؤاد تسمعني متعب تسمعني اسمعكم انتوا تشاورونا شاورون بس ايه جوله واحده مسموح كل شيء ايه بخليها جوله 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 ايه جوله واحده عندك شغال عنده ارتباطات نعم نعم ونعم يا ابو جابر انت تشرب العصير والله من اللباقه هذا البلد وضحك البارود الازرق والله بس عادك اسحق البارود الازرق اذا انت هلقست ونعم ونعم عليك زود ولا تراهم شيء كبس يا اخوان كبس تكليف اخوان هل معنى الانسان الكلام لكن انا ابغى فعل يا رجال ابغى فعل فعل علي علي الطلاق علي متعب متعب انا اسولف مع نفسي ايش فيكم احتسيته شوف اسولف مع نفسي متعب متعب لو بفوز انا ما احتسب البس نظاره البس نظاره خلي عبد الله يستلم عبد الله انا اسولف مع نفسي ليش احتسب 27 ورده البس اليوم يوم فكيت النظاره انا صرت اسولف ورده ورده اللي عندي وريك نينا حيك البس نظاره الله يسلمك وير حيك سمع النظاره يا عبد الله اللي عند عبد الله حيكم دكتور شويه بوري هاي يلا ارحب يا شهد قفل الدبل يا اخواني قفل الدبل عندي والله لا لا حلاوه 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 يا اخوان الكل حلاوات الكل حلاوات حلاوات يا اخوان دقيقه دقيقه شكله شكله بيني وبين فؤاد شكله حلاوه تجي مش يا اخواني شكله يا اخوان بعد الدبل يا اخوان روحوا يا اخي ازعاج يا اخي الله يبعد الله يبقيك علومك طيب الفطور الساعة بقي 10 دقائق ننزل الحين والله نبغى نفطر والله نفطر وانت قهوة انا مبسط والله من القهوة عندهم محمد لا لا اي والله تركية ولا في 60 لا في 60 امانة مقطعة اللي يصب صب ايوه ايوه اقسم بالله يعني لازم ننتهي من هذول ونمشي نبدا ما تكفل والله مع العلة تكفل بس ما ادري نعم نعم هل ما يهمنا تبعك اللي يعجبني تيوش انهم واثقين من هم واثقين مين يفوز اي نعم وشو بيصور فرحة سم اي يصور فرحة مني سعد سعد مني مني انا ادري انا والله واثق كمل السناب نهاية الجولة يا فؤاد عبد الله ترجع كمل السناب نهاية الجولة إذا أنت كفو كمل أنا الجوع أنا هذي كتير السناب يلا استغفر الله العظيم يا أخي وجابر
والله نحرك اوجعك صح؟ نعم يا اخي انقهرت يا اخي خلاص لما تنجام من العرب هذول يا اخي. انت بالصحة ترى توك مسوي حجاب. اي والله هو معنى قال لا ترفع صوتك ولا يعني تضايق كثير. لا خلاص قول علموني. شو ذي؟ انا احساسية. ايه يا سعد خليك على جنب سعد تم عن اذنك يا جميل انا بروح وبرجع وانا واقف قادري بروح وبرجع اسكورك تغير جل همك جل همك احجز ترى دعوه الغيب حلوه ضار الغيب اصير صوتي تسمع لي روح يا ابو جابر نفس ملح ما تبين ايش 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 ايه روح روح مرحبا مرحبا الله يعزك مرحبا بسرعة حج اخوان معك اخو يا جماعة ما تصفق اخوان اي والله مني يا فؤاد عبد الله طلاق انا خليك تقطع شنبك طلاق ها قلت هاي طلعني يا فؤاد عبد الله وعبد الله مني ارجع يا حصان اخواني معي حصان اغردون الله يلعن ام الزقاقه بيض الله وجهك يا حصان بيض الله وجهك سعد 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 عطوا ميوت سعد عطوا ميوت دقيقه سعد سعد حصان حصان وتجمل سعد 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 الله افدى وجهك سعد سم اعيد واكرر ورب الايمان انك ساطي هذا بدون دبل بدون دبل ارحبي يا لانا ارحبي يا فهد الرجال بغيت تقطع شنبها يكني علي الطلاق انك ساطي علي الطلاق انك ساطي جعلني بدلك جعلني بدلك علي الطلاق ما نفذ لهم هذا مستوى عساني والله افداك يا حصانه علي الطلاق بالعشر ما مثل وهذا مستواك انقلع انقلع اي والله الله يرحم ابوك لا جملت وتجملت اين الداعم حق سعد ايش اسمه حصانه حصانه طلاق بالمؤسية ما قصرت ما قصرت عبد الله ماني منفذ لكم مره عداد اي 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 ملاح يهدى ولد يا ولد دقيقه يا رجل ها جايبكم بدون اسمه بدون دبل ارحبي يا لينا ارحبي يا المريه اول شيء السكور اسمع اسمع السكور المشكله سعد تحت ال1000 ما يتكلم ما متعب رقاوه انت اسكت انت تكلم مع الشباب يا اسكت المشكله سعد ايش يقول سعد بس يقول كذا يا ايه ايه يا بواد يا بواد ليته على رفعت الاصبع يفوز ايوه ما هذا مقطع شنبه توتر علي الطلاق ما هذا مقابل شنبه كذي علي الطلاق اسمع اسمع علي الطلاق ما افتل طلاق ما افتل اسمع طلاق ما افتل طلاق انا حطني من فمك هلا وانا وانا يلا توكل على الله توكل على الله علي الطلاق انك تحقب وتفوت طلاق الثلاث ما اسوي فعلتك ارخمت يا اخوان السلام عليكم طلاق لا اخش عليك بالرمال ما نلطم فؤاد فؤاد هد هد شوي يا اخوان ممكن اتكلم على خايف كلام ما قل ودل حنا فوزنا ومن حقنا نحكم تسمحون لنا نحكم عليكم تسمحون لنا ممكن اسمع انا ما اكتبك بكو بلا ازعاج ما تبي اي والله بس باخذ حصانتين على الشخص اللي بيطلع من يدي انا واحد من الشباب عليه وحده واذا يبغى ثلاث ما عندي مشكله لا مصير الدنيا تدور انا ما بحكم علي بيحكم علي فؤاد ممكن خلاص متعب بتنفذ لي ولا اخذ حصانتين والله يحفظك طيب اسمع في ذمتك ذمه انت ما بتستحي الحين تنفذون علينا يا ولد سكورك كله ده يا اخوي ده يا خذ نظارة تعال خذ نظارة تعال خذ نظارة تعال ادري بتطمن على حبيبي هذه جولة هذا لعب تلعب اي لا سعد انا قاعد تقول ذا حكمك يا صلاحك يا سعد لو يجي مثلك لو يجي مثلك يا اخي لن يجي مثلك 10 مرة اسمع اسمع ورب البيت اني استحيت وانا مالي شغل يا رجل علي الطلاق اني استحيت والله ما الومك من السكور يا ابو رقعان يقول واحد تكلم السكور يا ولد والله ما الومك من السكور طيب اثنين انت واثنين دبل اسمع 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 صدقني عايم متعب 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 حبيبي
صدقني يا اسكوري هذا انه ينزل لك جوله رسميه بس، انا اجيبه في جولات عاديه. فواد حيك حيك يا فواد حيك. تعال يا سعد فواد لكم ميوت يا متعب ولا تنسى. يا سعد تعال يا سعد تعال. انا بطلع بطلع معليش فواد. ولا حبيبي يعني وقف، انا احكم من انا خصيمي من انت احكم اللي تحكم. انا حبيبي انا خصيمي من تعالي لحالك. انت ما انت ما انت بي يا عبد الله تقدر على سحني تدري لحالك. لا تسحني اهدى تقدر يا سعد. هي هي من هي من مقريها يا سعد من بدايتها ما هي بزينه. ايوه لا تبين الدله. يوم صار جاء عنده الدعم. لا تبين الدله. ايوه جاء عنده الدعم قال عد امر الدعم مني يا سعد. يا سعد يا سعد سعد ما قلت بشربي. تعال لحالك تعال يا ابو علي. ابو علي ابو علي يا اخي والله ما لومك يا اخي. اسكت والله يزعجكم يا اثنين. اسكت خليني اكلم الرجال. اسكت سعد تمدح يا الفان. ما ادري ايش وضعنا المري. انا اكبر فانز لسعد الشهري. عبد الله اي ولا كابه. انا اكبر فانز لسعد الشهري. الله يعلمكم. سعد سعد متعب ممكن احكمكم امشي. انا ما ابغى اسمع النقاش. عبد الله يا فواد هني تكفى يا عبد الله. خلني اقول انا ما ابغى اسمع. لبي يا سعد حالك يا حبيبي. بتنفذ الحين؟ اي خليه ينفذ. لا 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 ينفذ قدامنا والله. هي هي يا سعد والله ما يفوز. ينفذ قدامنا. اطلع يا فواد علي الطلاق يا متعب. اي متعب متعب تعال تعال نبدا. معليش يا اخواني على الازعاج لكن انا انقهر يا اخوان. والله انقهر. ناس قدام يهطون علي. تعال اخوان تكفوا. حيكم حيكم. الحكم الاول ما في مشكله. عطني احكامك. طيب الحكم الاول اللي انت لابسه هذا الحين تشقه. لا ماشي ما عيب حبيبي. سكور عالي. اسكت. غلط 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 يا فوت. لا لا اسمع عادي. تشقه امام البث كذا وتلبس. آه غلط غلط غلط. خلاص البس التيشيرت ثاني وخذ التيشيرت ذا وشقه. طيب ايوه اذا كان صح الثاني. ايوه هذا الحكم الاول. الحكم الثاني يا حبيبي تسوي قبضه لمده جوله. طيب الثالث. الحكم الثالث 50 بوش اب. خلاص بسوي بوش اب. يلا 50. اوكي ما في مشكله. وتعد انت. ما في مشكله بس انت ما تقطع شنك الحين. قلت لك الحكم الرابع اشتراك دايت. انت بتقطع شنك. انتبه خليك صامت يا رجال. سرى بس المر ايش فيه؟ ايه صح. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 اي خدمه يا سعد. لا انت لا تدل. لا رجال لا تدل. ايش فيك سعد حبيبي؟ لا تدل. تعال حبيبي تعال بيبي. ايش فيك خايف مني؟ اخوك الصغير. اخوك الصغير ترى. على خشمي على خشمي يا سعد. جاهز؟ مبروك ليفل 17 تستاهلين. ها حبيبي. اخوان تكبيس اخوان تكبيس تكبيس في البث. جوله وجولتين. جوله واحده. اسمع. ها حبيبي. لا تخاف ترى احنا اخوانك. تعال تعال.